الوقت تدوز دغيا والعمر تيمر والصيف داز. غادي نتحشكم، هذا هو اخر نهار معكم قبل السفر. بغيت نقول لكم وداعا حبيباتي، لحقاش ما عرفتش متى غادي يمكن لي نحط الفيديوهات. بغيت نشم شي شويه الريحه ديال البلاد، الريحه نشبح شي شويه من العائله، عاد نرجع لكم من بعد. في هذا الصيف وقبل ما نبدا الفلوغات ابدعت في طرح بعض المواضيع اللي اش غادي نقول لكم، الفيديوهات غزالين بزاف خاصكم تشوفوهم. دوينا على الاكتئاب، على العقد الناتجه من مواقع التواصل الاجتماعي، على الايجابيه، كيفاش نقضي عطله سعيده دون سفر. جوج نوبه درت لكم دي جيت ريدي ويذ مي، وجوج نوبه درت لكم روتيني مع صوتي الداخلي، واسبوع كامل للديكور وخساره الوزن. وفي كل مره استمتع بتطويري وتجهيزي وتطبيقي الافكار بحال للوك بوك. شحال هادي ما درت لكم فيديو لوك بوك، وقلت قبل كاع ما نقرر بانني نسافر ان شاء الله حيت غادي ندير لهم لوك بوك، غادي يكون لوك بوك مميز بواحد المقدمه ديال الابداع ديال الواو. ولكن نظرا لضيق الوقت كتبت اجبيت نقول داكشي كاع كله بهذاك، هي المونتاج غادي ياخذ لي ايام، لذلك اقتصرت على هذا المونتاج. قبلوا عليا البنات، ولكن ان شاء الله راه انفا نرجع غادي نعوضكم فيديوهات غزالين، فيديوهات فيهم ابداع. عزيز عليا ندير شي حاجه اللي تدخل ليا بزاف ديال الوقت، تنحس بانني حطيت شي حاجه وحطيت لمستي على اليوتيوب. غادي نبداو دابا على بركه الله. قولوا لي كيف جاكم التنسيقات، درت لوك بوك بالحوايج اللي غادي ندي معايا للمغرب، شوفوا كيف جاكم وردوا عليا الخبر. نحاول ندير واحد الماكياج اللي هو سريع خفيف جدا، ما يضيع ليش بزاف ديال الوقت. 10 دقائق خاصني نكون واجده وناضيه باش نقدر نفيمي لكم الفيديو، شفتوا؟ يعني فريمون المصارعه، الا يمكن عندك تحد اللي يعاونك تبقي تجري 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 مع الوقت باش تبقى عندك هذيك الساعه او ساعتين غير ليك بوحدك تفكري فيها بانك إنسانة، بأنك امرأة، وتنساي بأنك زوجة، وتنساي بأنك راه أم. تا دونك عرفتوني بأنني عادة تندير لي لونتي لاتير نكليك عليا باش يبانو لكم بزاف. هادو ديال لامارك إيغاس، دونك لهذا أنا ما تماكيش العينين تاعي، ولكن تنقبض دائما هاد اللوين هذا، هاد اللوين هذا ديال لاباليت لانيكد، وتنديرو فين؟ تنديرو هاد اللعيبه هادي هنايا، كتكون شي شويه ديال الزرق من التعب التعب والشقاء، دونك تديري شي شويه حركه. دونك ها هي البشره، دونك طلبتوا ليا ماسكات على البشره داك التخربيق. ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو خاص ما بيش نخلط. دابا غادي نوري لكم غير المكياج السريع، و تنقبط الفوندو تان تاعي اللي تنستعمل حاليا دائما هي دابل وير استي لودور، غزاله
الجبهان تاعتي ما تنستعمل فيها والو، لحقاش الجبهان تاعتي ما فيها لا طبايع لا نقاتي لا والو، ما تنستعمل فيها والو. دونك هنايا تحت العينين تاعي فيهم شو شويه ديال النقيطات، وهنايا فيهم شو شويه ديال النقيطات. اش ندير؟ تندير بحال كوريكتور، يعني تنغطي غير نقاطي والصلاه على النبي بلا ما نرد وجهي كي شي ماسك. موراها اش غادي ندير؟ موراها غادي ندير بلوش، ودائما تنستعمل هذا ديال بوبي براون، دونك هذا اللي فيه لي تريو شويه هكا شوي. مره تنقبض هذا البرونزور هذا ديال مارك بلاك اب، او تنستعمله في المنخر نتاعي غير بحال هكا ماشي ديما شويه في هذا القنيت هذا، ونعاود عاوتاني شويه هنا باش يجي يسمرو ليا، باش يكون عندي واحد بشره طبيعيه اكثر. او تنقيسون بي هذا ديال راه التكنيك شويه ديال لايلايتر فوق النيف وهنا. دابا بالنسبه للعكره والغوج عليق، دونك على حسب، مره تندير غلوس، مره تندير عكر اللي يكون قهوي باب هذا ديال جيرار كوسميتيك، ومرات ندير عكر اللي يكون حمر ديال جيرار كوسميتيك. علاش اختاريت غير لي غوجي ليف ديال جيرار كوسميتيك؟ لحقهم هما دي غوجي ليف اللي هما مات، حيت غادي يكون لوك بوك، غادي يكون تبدال. واذا كان تبدال مع واحد الغوجي ليف مثلا بحال مثلا هذا مثلا ديال إيف سان لوران، او هذا ديال مارك اس ال ا، فغادي يعمروا لي الحوايج. فتنستعمل اما غلوس اما دي برودوي اللي تيكونوا مات، دونك شعري دغيا صيبتو يسرحتو وبوكليت ليه الاخر، وبلا ما نفرقهم قبضت شعري وبقيت نحكو هكا حتى تكون فيه الفوليوم. وتنسيقات ديال الملابس وافكار ديال الملابس اللي غادي تكون سواء للدخول المدرسي سواء للعمل سواء للسهره، غادي يكون بزاف ديال لي تان في فيديو واحد، وفي نفس الوقت كما شفتوا في العنوان غادي يكونوا حيل لتنحيف الجسم. كما عرفتم مؤخرا نقص واحد الوزن اللي هو بزاف غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال كيفيه انقاص الوزن تاعي في صندوق الوصف والتعليق الاول ديالي، راه غادي تلقاو الرابط نتاعو تما. اللي تينقص من الوزن كما قالوا لي بعض السيدات، تنقصوا من الوزن بيتنقص من الوزن، المشكل اللي تيوقع ليا هي تنضعف من الوجه ديالي، وفعلا هادشي راه واقع. انا والحمد لله من الناس اللي ضعفت من الوزن تاعي، راه باين الوجه تاعي ضعيف على كما كان، ولكن الحمد لله ما يدخلوا لياش هاد القناتي هادو. ولكن كاينين بعض السيدات اللي حيت يضعفوا تيضعف لهم واحد الوجه وتيدخل لهم وتيخليهم بحال الا ضعيفين، وما راه الجسم تاعهم عادي. المهم بالنسبه للحيل اللي انايا كنت نديرهم حيت كان عندي زياده في الوزن، هي كنت نشري واحد الملابس اللي هما داخليه خاصه بتنحيت الجسم. ها هما كاينين هنايا، منهم هذا ندير بحال هكا، فهو عباره تديري تحت الفساتين باش نوري لكم انايا كيفاش داير. هنايا عباره عن ثوب، الثوب هذا فتيتجبد بحال هكا، الثوب تيتجبد وتيزيد مازال يضغط لك على الجسم نتاعك. دونك الا كانت عندكم الكرش نتاعكم خارجه، فهاد النوعيه من الفساتين اللي هي تتكون داخل الفستان اللي انتي بغيتي تلبسي، ف تيمحي لك مثلا الكرش، او الا كانت الكرش نتاعكم خارجه بزاف فهذا تيزيد مازال صمتها ليكم. كاينين سوغ انترنيت وراه غادي تلقاوهم في المدن الكبرى اللي نتوما تتعيشوا فيهم، وكاين هاد النوعيه من الملابس. هاد النوعيه من الملابس بالنسبه للناس اللي هما ما عندهمش صدر، بغاو يكون عندهم صدر ولكن في نفس الوقت بغاو ينحتوا هاد الجانب عندهم، هاد الكتله هادي خارجه ليهم دايره ليهم بحال هكا، بغاو ينحتوها وهنايا الكرش ليهم خارجه. كان هذا فيه واحد المشكل بانه تيدخل شي شويه من هنايا، يعني من المايو، وداير بحال هكا
فوالا دونك الصدر تيزيد مازال ينفخوا ليك. وبالنسبه لهنايا فهذاك النوعيه ديال الثوب اللي تيزيد مازال ينعس لكم او تيزيد مازال يشد لكم الكرش ديالكم. ونفس هنا يعني ما تيكونش عندكم هذوك الحومات اللي تيكونوا خارجين من هنايا. وكاين واحد اخر اللي عاتاني ما قلتوش فهو عباره عن بونتي داير بحال هكا. نورمالمون هما عباره عن شورطات تلبسيهم خصوصا الناس اللي عندهم الفخاد عامرين، فتلبسي هذوك الشورطات والشورط يطلع لك حتى لهنايا يعني في نفس الوقت تتنحتي هنايا وتتنحتي هاد لابارتي هادي ديال الكرش. عليكم بالصماطي وخصوصا بالصماطي اللي لونهم اسود. هاد النوع من الصماطي فانايا كنت خديتهم من عند مونغو، ما نقولكمش بانهم لاقوا ليا بزاف هذيك الفتره فاش كنت نلبس هكا الكسيوات وكانوا هطقناتي هادو كانوا تيخرجوا لحقاش كنشوف شويه الشحمه خارجه. دونك اش ندير؟ تنضغط بحال هكا، تنضغط بحال هكا، شفتوا معايا؟ تضغطي بحال هكا على الصمطه وتجيبوا هاد النوعيه من الصماطي، راه موجودين غتلقاهم جميع المحلات التجاريه، غير نتوما خذوهم ديال الجلد. دونك بالنسبه للوك رقم واحد هو هذا اللي انايا لابسه، كيفاش جاكم؟ بالنسبه لهذا النوع من الاقوامج فيمكن لكم تشوفيهم مثلا للخدمه، للمدرسه، للجامعه. القميجه خديتها من عند نافناف، غادي هي كانت مسولديه. الحوايج ديال نافناف توب 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 توب، تيحمقوني الحوايج ديال نافناف. بالنسبه للسروال فالسروال ديال زارا، دونك هاد النوعيه من السروال فكنت شريتهم فاش كان عندي وزن اللي هو زائد. علاش؟ لحقاش ما كانش تيتصم، ما كانش تي كان عندي هاد لابارتي هادي كلها هي كثيره، ديكو تيبانو الفخاد عامرين، هذا لا. شفتوا معايا كيفاش تيجي؟
بزاف ديال الحاجات بغيت نديرها وبزاف ديال الافكار بغيت نطبقها، بغيت نرجع داكشي اللي بديت به في الاول ولكن بروح وافكار جديده. هي 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 على الماسكارا ديال لا مارك فلوب. كلمه لا كلاس كل واحد كيفاش تيفسرها. الفئه الاولى الا ما كانتش الحاجه ديال اللوكس وصاك تيساوي 3 4 ديال المليون ما تقوليش لا كلاس. والفئه الثانيه كلمه لا كلاس تربطوها بالتكبر، هذيك لا كلاس يعني راه متكبره. نتوما منين جبتوا هاد الهضره هادي؟ اما الفئه رقم 3 لا كلاس بالنسبه لهم فمرتبط بنوع محدد من الملابس. على اختي اللي لبس الجلابه ماشي كلاس. بالنسبه لي امراه كلاس هي اللي تديو بالرقي، السيده حتى يكثروا عليها المطارق تتعرف كيفاش تصرف. التواضع والاداب والاخلاق والرقي في الكلام بلا تبعكيك هذاك هو لا كلاس. وشنو سيبقى؟ الشكل الخارجي. كل واحد تيلبس على حسب شخصيته وعلى حسب امكانياته. وحاجه اخرى الا كنتي من الناس اللي الاداب زيرو، الاخلاق زيرو، الرقي في الكلام زيرو، التواضع زيرو، فلا كلاس عندك زيرو 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 زيرو. كيفاش دابا ما تجيكش ديبريسيون مع هذا الجو؟ بغيتي نخرج شويه نشم غير شي شويه الهواء. هانتوما تشوفوا. وداعا حبيبتي، غادي نتحشكم. كان هذا اخر نهار معكم، استمتعت كثير وانا تنصيب لكم هذا اللوك بوك. هذا اخر نهار قبل السفر. اش غادي نقول لكم؟ نتمنى هذا المونتاج ديال اليوم ما خد ليكم، انا قلت نزربل نزربع كل النبات ندير شي حاجه تبان لي شي حاجه. نتمنى الى اعجابكم وخليت لكم راحه الله والى اللقاء. اللي بيتابعني يوميا يشارك في الانستغرام، الانستغرام ديالي هو سوما تيفي.